أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لعلومه اجتباه وحداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال إني جاهلك للناس إما
قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين. قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين. صدق الله العظيم.